السلام عليكم متابعينا الكرام. أخيرا السعودية تكشف معجزة الصخرة التي وقف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم التي أفزعت العالم. ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. يقال إن الرسول الكريم محمد استظل بها في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي قام بها الرسول بعد الهجرة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: وقفتها هنا، وذلك بعد وقوفه بعرفة، وعرفة كلها موقف، في السنة العاشرة من الهجرة. وتقع الصخرة الشهيرة أسفل جبل عرفات أو جبل الرحمة أو نمرة، وتمتد أمامها مساحة منخفضة. كما أن الصخرة تشرف على مكة، حيث ترجح مصادر تاريخية أنها المكان الذي وقف فيها الرسول وخطب الناس في حجة الوداع. إلا أن حجة الوداع لم تكن الوحيدة للرسول، كما تشير مصادر متعددة في السيرة النبوية، بل حج قبل الهجرة 3 مرات، وهي التي عرض فيها نفسه على الأنصار عند العقبة في البيعة الشهيرة. وأوضح أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى الدكتور عدنان الحارثي أن توثيق الصخرة ضعيف في بعض الأجزاء من التاريخ، إذ إن من المواقع المهمة في الحج، إذ عرفات تكاد تكون الأهم، حيث لا حج لمن لا يقف بعرفات. وحول المكان والصخرة، قال الحارثي إن المصادر تشير أسفل جبل عرفة. واستطرد الحارثي في السنة العاشرة حج الرسول الكريم بصحبة 100,000 من المسلمين، وهو عدد كبير، وقفوا بعرفات واستمعوا لخطبة الوداع وتناقلها الناس فيما بينهم. وبين الحارثي أن الحجة الأولى في الإسلام كانت في السنة 9 للهجرة، حيث أوفد الرسول محمد الصحابي أبا بكر الصديق أميرا للحج على رأس 300 من المسلمين لتأدية مناسك الحج فرضه ونزول القرآن، بينما حج الرسول في السنة 10 للهجرة. وبعد مسير أبي بكر الصديق نزلت سورة براءة، وفيها تشريع عدم دخول المشركين وحجهم لمكة، وبعث فيها علي بن أبي طالب، وتضمنت تشريعات لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ليحج بعدها الرسول بسنة كاملة ويسير معه 100,000 من المسلمين. قد يكون العدد الأكبر في تلك الفترة التي لم توثق فيها الأرقام، والحمد لله على نعمة